الدولفين. طبعا الدولفين والمخمل قطع كلاسيكية فعاطي كثير جمال. انت عارفه المخمل طبعا كل سيده انيقه لازم تقتنيه لانه على مر السنوات ما بتطول ما بتطول كلاسيك طبعا. شوفي اذا ملاحظه انا كيف مدخله مش كثير مدخله المخمل بحس احنا طقسنا عالي يعني مش شكل كثير بس ضايفه لمسات المخمل. مدخله السيلفر لانه السيلفر كمان بيعطي جماليه صح. عاطيه القصه كلاسيك اذا لاحظتي طبعا. طيب بالنسبه لانه قلتي انت المخمل عشان الشتويه بس هو يمكن نوعا ما فينا نحكي هو شكل زينه اكثر طبعا للعبايه اللي يروحي به مثلا موسم الشتاء او فصل الشتاء. ايضا انت طبعا كنت بتستخدمي الاصداف او ضيفي بعض المواد اللي موجوده بحياتنا وحوالينا بالبيئه اللي عايشينها. اضفتي في هذه المجموعه الاحجار. خبريني عن الاحجار وتحديدا لماذا اخترتي هذا النوع من الاحجار؟ اضفت الاحجار لانه كمان الاحجار قيمه جدا وموجوده بحياتنا. اذا بتلاحظي الغربيين بيستخدموا الاحجار كتحف بينما نحن العرب استخدمنا الاحجار كزينه استخدمناها كلبس كمجوهرات كاكسسوارات يعني اعطيناها قيمتها اكثر لانه فعلا قيمه الاحجار الطبيعيه الاحجار الكريمه قيمه بتضيف جمال كمان كثير اكيد. رشا عم نشوف تصميم عبايه فينا نقول شفافه فخبرينا عنها. العبايه هاي بتلبس بمناسبات اللي فوق الفستان شفافه بس انا دخلت لها تقليد زياده طبعا هي بتاخذ معنا وقت طبعا ممكن يكون على سيلفر على ذهبي حسب الاختيار. اذا شايفه الكم اللوكي دخلت له الفستان الاسود حتى القصه جاي الشغل اكثر من ورا يعني هاي العبايه بتغنيكي رجع عن فستان اذا يعني اذا لبس تحت كلاسيك فستان اسود صح بتغنيكي عن فستان حلو بكون مكمل لهذا الفستان بتبين قطعه واحده. بالنسبه لتصاميم العبايات اللي هي مثل ما قلت للمناسبات شفنا عبايه يعني خاصه لمناسبه معينه مش اي مناسبه فانت يمكن مركزتي انك تصممي لمناسبات معينه وايضا للحياه اليوميه اكيد كيف الاساسيات كيف تفصلي انا اكيد في مجموعات بتطلع بكون حريص على انه تكون العبايه للصبح للعصر للمناسبات سواء حفلات هي العبايه نفسها ولا تكون العبايه اكيد كل وقت لها مثلا عبايه الصبح مثلا كيف تتميز؟ تتميز بالصفة بوسعها بالالوان بالبساطه وبعدين تدريجيا بصير بتم خلط مثلا لونين مشكل جرأه يعني شوي 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 بيطلع بجرأه لين ما نوصل للعبايات المناسبه اللي بتبقى شغل اكثر. هاي اللي عم نشوفها شغل هاي العبايه قصه وجامعه الاكسسوار مثل السلاسل كمان تغنيكي عن لبس اكسسوار وحتى اللون اخترت الريد روز اللي هو البرونزي لانه الفضه الذهبي ما لنا غنى عنه بس احنا بنعرف انه احيانا بنحب يعني شيء جديد نطلع فيه فحطيت النحاس حلو كثير وقصه كمان بسيطه نعم. طيب القصه خبرتينا انه ممكن تحدد بشكل اساسي مناسبه هذه العبايه. هناك يمكن طبعا بيدخلوا الوان مطبوعه على العبايه يمكن زي عبايتك انت نوعا ما بتدخلي بعض الاقمشه اللي هي فيها الوان بديله او الوان مطبوعه خبرني عنها. شوفي عاده الالوان اللي بتضاف للعبايه بتضاف مثلا الشيكونات الحراير مثل ما قلت لك كل وقت انه بيحكي في لون معين. طبعا قمه الشريط لما تدخلي الوان مع بعض طبعا البديل اللي هو انا بكون عامله بكل مجموعه كل موديل بكون عامله بديل بحس انه الامراه اللي بتتعامل معي بحس انه ما عجبها اللون او مش ما عجبها ما تناسب مع لون بشرتها او مع شخصيتها فانا يعني اكيد بكون حاطه خيارات لها بديل بحس انه تجتمع روحي وروحك بالموديل. نعم رشا حاولت شو مناسبه انا حبيت يلا هاي العبايه. نعم هاي العبايه كثير ناعمه جمع اللونين لسه مثل ما حكيت لك جمع اللونين اللي هو التركواز مع الزهر. القصه كثير حلوه كم جاي واسع كم جاي ضيق مريحه القصه وحبيت بس اشتغل على الصدر. نعم ومدخله حلقات ما لازم بينها على الكاميرا كريستال هو اللي لبس بكل الالوان الفاتن اللي ما طيب رشا يمكن انت كنت بدات في تصميم الجلابيات ثم انتقلتي الى العبايات او فينا نقول ركزتي اكثر في تصميم العبايات وشوي تركت تصميم الجلابيات شو السبب؟ انا ما تركته انا ابتعدت عنه لسبب انه الجلابيه عاده لها وقت محدد بينما العبايه بتلبس بكذا وقت العبايه استخدامها اكثر خاصه انه مناسباتها كثير يعني الصبح عندك الدوام الامراه العامله عندك السهره عندك الجمعات العائليه فعاده بنلاحظ انه الجلابيات في رمضان في استقبال في المنزل عشان هيك انا حاولت اركز على العبايه لانه استخدامنا لها اكثر. طيب
طيب بما انك ذكرت المناسبات بالنسبه للعيد، موسم العيد تبع عيد الاضحى يعني فينا نقول قرب، فخبرينا شو محضره لموسم العيد؟ المجموعه هي اللي عم نشوفها هي لموسم العيد. نعم. في عنوان لهي المجموعه؟ لا هيك يعني انا كل مجموعه كل حريصه رولا انه تكون كذا ستايل. نعم. لكذا عمر، للبنت للام لكل الاذواق لكل الاذواق لكل الشخصيات، بحيث اكون كمان جامعه كل الالوان. المجموعه اللي عم بشوفها هيدي هي مجموعه اكبر اللي انا حاضر بيه، بس انا خصصت هاي المجموعه لبرنامج اهلها. نعم. بحس انه بحس انه بتطلع معنا، والا المجموعه هي اكبر وشايله خيارات اكثر. نعم. تعال نحكي عن هالعبايه. هاي العبايه دخلت لها الحرير، اذا لاحظتي بالصدر قسمته نصين. حبيت اعطيها تاتش بسيط بما انه انا عامله قصه، القصه اللي هي الشيفون اللي جاي من فوق ماسك في الوسط، من الوسط نازل لتحت لطول العبايه، حبيت احط تاتش بسيط اللي هو على الوسط. نعم. حطيت اخذت اللون النيلي اخذته من القطعه الحرير واشتغلت عليه بالكريستال. نعم. بحيث انه يكون يعني دمج الالوان متناسق مع بعض، بنفس الوقت يعني لا تخرج عن اطار الحشمه. اكيد. ورقي ظاهر. اكيد. اكثر الاشياء اللي بيطلبوها الصبايا او النساء موجوده في العبايه. شوف كل ما هو جديد مطلوب. نعم. التجدد مطلوب، ليش؟ لانه مثل ما حكينا من شوي العبايه صارت شيء يعني صار جزء يومي بحياتنا، شيء كثير مهم ما مستغنى عنه. اذا لازم على طول نجدد بالعبايات، فالشيفونات الالوان الدمج مع بعض كل شيء جديد. نعم. تميز الغراب يكون، بس طبعا اكيد في اطار التشغيل. نعم. هل كثير اشخاص بيقابلوا هذا الحداثه او التغيير اللي عم تعمليها بالعبايه؟ يعني اي حبيبي اخر فتره في كثير يعني تغيير. انا بالشيشة قلي نفسها، ولكن اللي عم نشوفه عندنا اليوم بهالمجموعه في تغيير. اي يلا تعال. من ناحيه الاقمشه والالوان عندنا. صح. هل أي أي. قبل التغير او لا؟ شوفي انا بحاول بكل مجموعه بطلع لها ان اكون راضيه كل الالوان، سو لازم انا يكون عندي كلاسيك لسن معين من السيدات اللي هنا ما بيتقبلوا، بس التجدد اللي هو احيانا بيكون بالالوان، احيانا تجدد بيكون بالقصه، احيانا تجدد بيكون بوقت الاكسسوارات. نعم. شرط التجدد يكون هو جرأة الالوان، بس دمج الالوان. فكل يعني عارفه انت مختلف الادوار، كل ذوق لازم عندي يعني لازم. نعم. خلينا نحكي عن هالعبايه عم شوي. هاي العباية انا حطيت ثلاث موديلات. نعم. تقريبا بموديل واحد. مثل ما شايفين القصة هاي دي اول شيء قصة، ممكن نشيل الحزام الزهري اللي لبس العباية العباية لبس سادة. هاي دي فيها تستخدمها الصبح. يعني الحزام الزهري ايوه تستخدمها مثلا اكسسوار، فيها تستخدمها الصبح بدون الحزام الزهري، الصبح مع سكارف مع اكسسوارز ثاني من عندها. فينا نشيل الحزام الزهري، طبعا فينا نحط الحزام الزهري بصير استخدام بعض الظهور، استخدام مناسبه عصر كذا. اذا شفتي في ايدها ماسكه حزام اسود، اي ممكن نبدل الزهري بالاسود اللي هو التايجر مع الكريستال الاسود، بتصير اكثر للمسا او لمناسب. فانا حبيت اجمع ثلاث موديلات بقطعه واحده. بالنسبه للاحزمه يمكن هي صارت ايضا من الاشياء التي تضاف مؤخرا للعبايه، فخبرينا قد ايه فعلا يعني نالت اعجاب هاي الفكره كل النساء. كثير نالت اعجاب، اول شيء بتعطي شكل للعبايه، مش شرط الحزام يكون في الوسط مثل ما احنا شفنا انا حاطته على الكتف، العبايه اللي قبلها كنت حاطه في الوسط، كثير عطت جمال وعطت فورم للجسم، وطبعا اكيد في نقاط الحشمه. نعم، انت بالنسبه لك رشا شو بتفضلي العبايه؟ بمخيلتك بشكل عام. بالنسبة لي شخصيا ولا بالنسبة بالنسبة لي شخصيا وكمصممة؟ شوفي انا دائما يعني جواتي بطلع على التصميم اللي انا بيعجبني يعني بيعجبني. انا بحب العباية المتجددة اللي هي الالوان لانها كثير بتغير النفسية. نعم. بتعطي احساس حلو. بحب القصات الواسعة بس ما فيني استغني عن الكلاسيك اللي هو مناسبة لكل وقت. مناسبة لكل وقت ويعني لانه هاي دخلت لنا الجنس. عاد نحن كلنا ما نستغنى عن الجنس. نعم. فحبيت انه الجنس كمان يدخل في العبايه. اذا ملاحظه سويت لي ورود هلا لانه يعني الموضه كلها الورود النافره، دخلت عملت كم واسع الورود دخلت على جنب، والكم الثاني اذا ملاحظه انا مبطنته بالشيفون. نعم. مش الحرير، ليش؟ لانه الشيفون عملي اكثر من الحرير. نعم. مع الجينز. نعم. كيف لقيت فكره انه جينز مع عبايه؟ كثير كثير لقيت مشبار. ليش؟ لانه شيء جديد. نعم. وبنفس الوقت اذا لاحظتي مش يعني مش ملفت كثير.
يعني انه نعم اكيد رشا اليوم تعرفنا معك على مجموعه خصصتي فيها برنامج هلا، وايضا هي جزء من المجموعه اللي انت حتقدميها بمناسبه عيد الاضحى، انه كل عام بخير اكيد. وشكرا كثير لتواجدك معنا، بتمنى لك التوفيق رشا. مشاهدينا ننتقل الى فقرتنا الاسبوعيه وهي فقره الطبخ مع سميتا والشيف نعيم صغير، واللي بحضر لنا اياه اليوم عن سمك الهامور المشوي.